أنا حالياً مسجل بمعهد إدارة التنوع في بيروت. كل أسبوع يوم ثلاثة بنزل على بيروت 3 ساعات على الطريق لأحضر محاضرة مدتها ساعتين فقط. من خلال هاي التدريبات عم بقدر اكتسب مهارات وخبرات وفهم للآخر، فهم للأديان اللي موجودة، وارجع اجي نفذها بمركزي أول شيء، بمجتمعي، بالمخيمات اللي أنا عم بدخل عليها وعم بحتك فيها، الأطفال اللي أنا عم بشتغل معهم، للشباب اللي عندي بالفريق. هذول الأطفال هن جايين من بيئة حرب، يحتاجون إلى رعاية خاصة. من فئة الشباب كانوا قاعدين بخيمتهم مسكرين على حالهم، فلاحظنا في سلوكيات، في ألفاظ بلشت تردد رايحة باتجاه التشددي. أخذناهم باتجاه الفن، استخدمنا الفن حتى شوي نخفف هالآثار السلبية اللي تركتها المشاهد العنف والدمار والقتل والدم. انتي ما اسني درزي علوي او مسيحي، انا انتي ما سوري ما بغيرتها لميحي، الطفل مات قال رايح اشكيكم لالله. عن طريقة الراب فيني اوصل رسالة للعالم، فاخترت الراب والشيخ عبدو اللي شجعنا على هذا الموضوع وقالنا ايه لازم نتكفوا. قدرنا نفجر عند هدول الشباب طاقات ومواهب، نروح فيهم باتجاه اخر، نشر فكر الحوار، نشر فكر عدم استخدام العنف للوصول الى الهدف، ونشتغل عليهم ليكونوا شخصيات فاعلة وبنات سلام. حتى لو كنت أنا نازح، حتى لو كان ما عندي إمكانيات، ممكن أعمل تغيير بمجتمعي. هيدي قصتي. شو قصتك؟